في البداية إيه أهمية الاحتفال بهذا اليوم؟ هو النهاردة يوم الهندسة المعمارية. طب إحنا بنتكلم على مصر، ومصر لها خصوصية عالية جدا. العمارة هي نتاج للشعوب، بمعنى إن هي دايما بتعكس الوضع السياسي والاقتصادي للوقت اللي هي بتتعمل فيه. بمعنى احنا لو بصينا مثلا لمصر في بداية الستينات كانت واخدة الاتجاه الاشتراكي، فهنلاقي ان العمارة بيغلب عليها الاسكان الشعبي، الاسكان الشعبي بمفرداته البسيطة وقليلة التكلفة، والمنتج كان محدود، كان بيخاطب فئة اقتصادية معينة. هنلاقي بنهاية الستينات دخلنا على السبعينات وهي فترة الانفتاح، اتجهنا قليلا نحو الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر ده عكس في فترة السبعينات ارتفاعات المباني العالية. هنلاقي منطقة المعادي ظهر فيها أبراج عالية جدا، منطقة المهندسين ظهر فيها أبراج. ده تزامن بالضبط في سنة 1974 ظهر ما يسمى الإسكان التمليك. هذا النمط ما كانش موجود قبل 74. قبل كده كان كل الإسكان كان عبارة عن إسكان إيجار، إيجار قديم زي ما احنا بنقول. مفهوم. إسكان التمليك لما ظهر عمل طفرة في العمارة. بنلاقي ظهر في بالذات في منطقة المهندسين، في منطقة مصر الجديدة، في منطقة المعادي ظهرت الأبراج العالية، وبدأت العمارة زي ما بنقول كده تنتعش. بيظهر تكاليف المباني، مباني غنية، مفردات معمارية تعطي صورة ذهنية جميلة. فترة انفتاح. بالضبط. انفتاح، والناس بتصرف. جينا حصل وقفة هنا سنة 92 لما حصل الزلزال. لما حصل زلزال في مصر في أكتوبر 92 الناس بدأت تخاف من المباني المرتفعة. فبدأ الطلب على الوحدات السكنية والوحدات الإدارية العالية، الناس تخاف شوية. فبدأ انكماش مؤقت ما دامش أكتر من سنة واتنين، والناس بسرعة نسيت هذا الموضوع ورجعنا مرة أخرى. النهاردة بنتكلم على الإسكان في زايد وفي التجمع الخامس، والمواطن بيمشي بياخد صورة ذهنية لكل منطقة. هنلاقي إن في مفردات معمارية جميلة لو إحنا ماشيين في التجمع الخامس، لو إحنا ماشيين في زايد، لو إحنا في العاصمة الإدارية الجديدة، في العالمين، في الجلالة. هنلاقي مفردات معمارية بتعطي صورة ذهنية أكثر تقدم وأكثر حضارة للمواطن المصري. دي بتعكس الوضع الاقتصادي والاستقرار الحالي اللي احنا فيه. وده مش معناه ان العمارة بس بتناشد أو بتخاطب المواطن ذات المستوى الاقتصادي الأعلى، ولكن العمارة بتخاطب جميع المستويات الاقتصادية. طيب الدولة هنا أو القيادة السياسية كان ليها فكر. كان ظهر في مصر حاجة اسمها المسخ العمراني. المسخ العمراني أنا قصدي إيه بالمسخ العمراني؟ هو الإسكان العشوائي. الإسكان العشوائي ده ظهر في مصر في الستينات، ما ظهرش جديد زي الناس متخيلة. ظهر في الستينات وازدهر في السبعينات والثمانينات. طب هو الإسكان العشوائي ظهر ليه؟ الإسكان العشوائي نتيجة إن طبقة اقتصادية ظهرت محدودة الدخل، محدودة المفاهيم، بتحاول تحل مشكلتها بمفردات ضعيفة. فظهر الإسكان العشوائي. طب الإسكان العشوائي ده كان نتيجة إيه؟ نتيجة التركيز الشديد من الدولة للمشروعات الاقتصادية كلها كانت بتتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية.